بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم. يا الله، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هاي الحياة بها مشاكل كثيرة، ما يخلو الإنسان من همين من غمين، ما يخلو. حتى ذا الملك اللي يعيش في قصور مترامية الأطراف، والخيرات عنده من كل حدب وصوب، نساء مقام أموال، هذا هم ما يخلو من هم وغم، هم يعيش مشاكل. يعني لا تخلو أنه الحياة هي مادة، لا لا، في أمور تأتيك، هموم تأتي من حيث لا تحتسب، وغموم تأتي من حيث لا تحتسب. أنا شايف رواية، ما من عرق يضرب. تعرف معنات ما من عرق يضرب؟ يعني مثلا أنت الحين أمام المرآة تبي تطلع للعمل، تعدل روحك شوية، تمشط شعرك، مستحب الواحد يراعي القضايا الصحية والنظافة الشخصية. والإسلام يقول الإسلام نظيف، في الحديث الإسلام نظيف فتنظفوا، وأكو رواية النظافة من الإيمان، وأكو هم روايات وقوية بعد في النظافة. الزوج لما يروح لزوجته خليه يكون نظيف، يتنظف، يتزين، يتعدل، مثل ما انت تتوقع من زوجتك انت تتعدل، تتزين، تتنظف، تتزقلت، انت بعد تنظف وتعدل وتزقلت للزوج. اكو روايات ترى يقول له، يقول في بعض الاحاديث ان نساء بني اسرائيل زنت لأن أزواجهم لم يتنظفوا. بني نوراني، نساء بني إسرائيل زنت، روايهم، لأن أزواجهم شنو؟
لم يتنظفوا. المرتب واحد نظيف على مستحب النورة كل 15 يوم، كل 15 يوم مستحب النورة إزالة الشعر زاد كل 15 يوم. بالنسبة للمسواك، تعرف رسول الله كم مرة يسوي مسواك في اليوم؟ 5 مرات لكل صلاة مسواك. هذا غير قبل النوم بعد يضرب مسواك، واضح؟ يعني 6 مرات. إذا واحد 6 مرات في اليوم يضرب مسواك، هاي دروسه شلون تصير؟ نظيفة ولطيفة ماكو ريحة فم قبيحة يعني. هذا ولا يشربون جقاير ويدخنون بعد مصيبة، لأن هاي الدخان يبقى في الجسد. وانت تروح لم زوجتك العزيزة والزوجة ما تحب الريحة التي تنفر، أدلة صحيح؟ ترى قضايا، قضايا هي بسيطة بس تشكل عامل من عوامل السعادة. لا تستصغر هالأمور دي. لا والنساء بني إسرائيل زنت، وانتشار الزنا في المجتمع يعني دمار المجتمع. ليش زنت؟ لأن ما كو رعاية القضايا الصحية. مسألة جدا، هذا حسب صلى على محمد وعلى الله. ده حتى ده بتروح المسجد وماكل ثوم مكروه، تروح المسجد مكروه. عندنا رواية نهي عن الذهاب للمسجد الإنسان ماكل ثوم، لأن المصلين يتأذون من الرائحة الكريهة. رسول الله كان لما يطلع للشارع العام والناس تعرف ان رسول الله مر من ها هنا من هذا الشارع من هذا الزقاق، شلون عرفوا الناس؟ يقولون عرفنا ان رسول الله مر من ها هنا من طيبه من عطره. يعني كان يطيب رسول الله، استلك عطر محترم. فأنت أمام المرآة تبي تتزين، تبي تتعدل. الرواية هني ما من عرق يضرب، تبي تتزين شوي تمشط شعرك وانت قاعد تتعدل كذي، تبي تلف شك وشبك على قولتنا ونطلق عرق هالشكل. ها ضرب ليك عرق ورا ذنوب. اوه ويلي شلون طلع هالعرق هنا، واضح ولا؟ أو بعض الأوقات أنت تبي تتمغط هالشكل، يعني مرة واحدة وضرب لك عرق ورا. أوه وين من وين طلع هالعرق ذي؟ ألم ما من عرق يضرب، واضح ولا؟ هذا الملك ممكن يضرب عرق ولا؟ كلامي هذا اللي عايش في قصور مترامية الأطراف ينضرب عرق وما ينضرب. ها؟ فيصاب بهم وغم من هالعرق ولا؟ يعني ما يخلو، ترى ما يخلو الإنسان ما من عرق يضرب أو صداع أو نكبة أو عثرة إلا بذنب. عثرة وعقدة تمشي في الشارع، ترى يعني صاح وسالي مرة واحدة تعثر رجلك بحجر تسقط على صلنا ماشي. تبى تصلح البمب مال الماي فوق الصوت خربان، خذ لك درج وصعد وانت نازل نزل حتى ريولك من الدرج طاح. صلنا ماشي. وانت ماشي بسيارة واقف بالشارع مرة واحد ضربك بالسيارة. صلنا ماشي. يعني هو مو قضية أنا والله كم مرتاح وقصور وأموال، لا تجيك مشاكل من حيث لا تحتسب. واحد مولانا بيروح بس تشيك فحص طبي عادي، يعني عادي فحص طبي ما في شي ريال. ها يسوونه فحص طبي اللي يطلع فيه ظل، يطلع فيه سكري. من وياك السكري؟ من وياك الضغط؟ تجيك مشاكل، الحياة دي مملوءة مشاكل. مين يسوون لك مؤامرة؟ بعض الحساد، حساد ترى وايد عندنا. أي واحد يشتغل مثلا الحين خطيب، مين اللي يحسبني؟ خطباء.
عدل. انت تاجر من اللي يحسد تجار عدل. حتى اللي يمشي اللي يشتغل بالزبالة اللي يحسدونه بعد ذول الزبالي. يعني كل صنف يحسد الجماعة عدل. الاخوان يحسدون الاخوان اخوان في البيت عدل. يلا تفضل. هذا اخوان يوسف 11 شخص. ليش تحسدون هذا الولد؟ الله اعطاه صفة الجمال، اعطاه الاخلاق من الله. انت اطلب من الله مثل ما الله اعطاه يعطيك عدل. بعد ليش تسوي له مؤامرات وتحيك من وراء الكواليس عدل وتاخذون الولد وتغيبون عن ابوه وتضربونه وتفصلون ثيابه وتخلونه في غيابة الجب؟ ليش؟ ليش هالحركات؟ ليش هالتصرفات؟ هذا خلاف المروءة، خلاف الغيرة، خلاف الرجولة، ما حد يسويها. يا أخي هذا قسمة من الله. أنت قاعد أنت الحسود يعترض على أول ترى. الحسود يعترض على الله لأن الله هو اللي يوزع النعم بين العباد. أنت ليش معترض على تقسيم الله أصلا؟ أكو حكمة، الله يعطي هذا يمنح هذا، أكو حكمة القدر. بس صارت مشكلة. يعني يوسف الحين شاف نفسه في غيابة الجوب. ها؟ هذه مو مشكلة. واحد يشوف نفسه في البئر، من يطلعني؟ من يجي وراي؟ لا أمم متحدة تدري، لا منظمات حقوق إنسان تدري، عدل، لا شرطة نجدة تدري، ما حد يدري. اللي يدرون بس ال 11 دولار العشرة اللي أخذوا. لا أبوه يدري، لا أمه تدري، لا الفريق يدرون، ما حد يدري. هذا مو مشكلة. مو بس أكو مشاكل للملك ولي ولك، حتى هذا ابن نبي يتمشكل يقع في مشكلة. انت حين واحد في غيابة الجب في ظلامات الجب شو سوي؟ مشكلة. فالحياة، أنا كلامي هني، الحياة مشاكل، هموم، هموم، أذية فيها، صحيح؟ متفق. زي الحل شنو؟ انت كعاقل واحنا كعقلاء لازم نبحث عن حل مشاكل، صحيح ولا مو صحيح؟ من ضمن الحلول، مو كلها، اكو حلول كثيرة، بس من ضمنها الدعاء. الله يريدك تدعو، صحيح؟ الله يبيك تدعو. ادعوني استجب لك. الله يريد من الناس تدعو. اكو بعض الناس ما يدعو، اكو بعض الناس ما يدعو. وعندنا رواية: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس، بعض الناس ما يدعون. ترى الله شو يسوي فيهم؟ الله يورطهم في مشاكل حتى يدعون. شنو الدليل شيخنا؟ قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء ليش لعلهم يتضرعون. يعني يدعون. هذا واضح حبيبي. الواحد يكون يدعو. اكو بعض الناس، خلني بعد اسولف هذه، بس صلوا على محمد وآل محمد. ما يمكن كل يوم في السنة حسنة يعني. بس زين زين، اجتماعكم حلو لطيف، انتم ناس حبابين لطيفين، والله يحفظكم ان شاء الله. والمؤمنون حلويون في الحديث، حلو المعشر، حلو الله يبارك فيكم وتقبل اعمالكم. اكو بعض الناس مو ما يدعو، غافل، غافل عن الله، وغافل عن صلاته، وغافل عن التزاماته الدينيه. واضح لهم. الله يبي يجيبه للخط، يبي يسوي مؤمن، يبي يخليه يعني في خط الطاعة. يسوي بي يذب عليه البلاء. واضح.
فإذا جاء البلاء انقلبت السيارة خسر، يقول إيه يجي عاد شوفه بين المصلين ادعو لنا نسلكم الدعاء شيخنا عنده مشكلة، وقوم ينذر العباس وينذر لهم البنين. عدل ولا عدل؟ اي اي وايد ناس زين. فصار البلاء نعمة هني عدل والله. انت الشيب لصف المؤمنين والمسجد والماتم، انت كلش رايح مسمر ولا الفسق والفساد واللهو واللعب، تبين في الفواتح بس اذا اخوك مات انت عظم الله اجركم في امان. هذا متى يصير تمام؟ لما ينذب عليه البلاء مره واحده انكسر، والله ازمه عالميه وخسار، واضح؟ يمشي بالسياره وانقلبت السياره، ها شاف روحه في المستشفى، يا ام البني يا ام يا عباس ادعوا لنا وصلوا وجماعه عدل. اي فالبلاء زين، لا تقول مو كل بلاء مو زين، لا زين. واضح؟ واكو مهم شغله بعد بالبلاء، اكو واحد يعني اسد يخليه على الله، صلى على محمد وآل محمد. المهم الحياة بلاء، مشاكل، أذية، هموم، غموم، حتى احنا نرفع هالهم وهالغم وهالكربات لازم ندعو. فضرورة الدعاء مهمة، الدعاء ينطلق من هنا، لازم تدعو. والله يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. يعني شنو يعني ما يعبأ بكم ربي؟ يعني الله ما يهتم فيكم، ما يعتني فيكم لو ما تدعون. الدعاء يخلي الله شنو؟ يهتم فيكم، يرعاكم، يلطف بكم، يفرج عنكم. تمام يا ابو تمام، حلو. فوصلنا الى نتيجة ان لازم ندعو حتى شوية تنفرج همومنا غمومنا الى اخره. ومشاكلنا احنا وايد، عندنا اسارة في السجون، عدل؟ مو الامام الحجة يدعو لهم وتفضل على الاسراء بالخلاص والراحة، عدل؟ وعندنا مرضى، والإمام الحجة هم هذا دعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وايد دعاء عظيم حقيقة، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. يدعو للجميع، يقول وتفضل على العلماء بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين الجامعيين اللي في المدرسة عندهم امتحانات يدعو لهم، وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى النساء بالحياء والعفة. وايد نسوان ما عندهم حياء ولا عفة، هذا تمشي في الشارع لا أحجابها عدين لا لباسها عدين، مشكلة يعني. لاكو بعضهم محجبات بس نص الحجاب الكشة طالعة، مصيبة يعني، شوية تغطي، اكو شعر طالع. الزوج خلي يغير على زوجته، يقول لها ترى مثل الحلال شعر طالع ما يجوز حرام. الأبو إذا شاف بنته قاعدة شوية ها خليه صحة يقعد إياها يسولف إياها، عدل وعدل. وايد عندنا أخفاف الأعراس وغير أعراس سوالف يعني مو لطيفة. الرقص ما يجوز إلا الزوجة لزوجها، عدل. الرقص ما يجوز إلا الزوجة لزوجها، عدل. فإذا يرقصون في الأعراس مشكلة، عدل. أنت ليش تقول الله، ليش الله مسلط علينا ظالم يظلمنا؟ لأن احنا نظلم أنفسنا، لأن احنا مو خوشوادنا، لا نلتزم لا بحياة لا بعفة لا بأمر معروف لا بنهي عن منكر. الله يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن منكر وإلا سلط الله عليكم شراركم فتدعون فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم، عدل. إذا تشوف المجتمع ما بحياة ما بعفة
الشباب، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. الشباب من فلت ولا يلعبون، يلعبون في رمضان في شهر الله، يلعبون كيرم وبته ويلعبون زندفه، مصيبة الحركة، مصيبة. هذا الورق ما يجوز اللعب ماله، ما يجوز حتى من دون فلوس، ما يجوز. السعر على كل حال إنا لله وإنا راجعون. أي مصيبة والله، مصيبة. لا حول. أنا شفت ناس شباب، شباب اللي عليك في عمر الورد كذي، يعني 15 سنة، أنا موقف سيارتي في مكان وأنا بروح يعني أزور الأهل، اللي شفتهم قاعدين في ذي شو اسمها اللوري، ده اللوري شو يسمونه انتون في سويقة، هذه اللي يجيب أغراض، قاعدين فيه ويلعبون ورق، شباب صغار يعني. لكن واحد منهم سيد بعيد، أنا طلعت لي من السيارة قلت لهم ترى هذا ما يجوز اللعب، حرام، لعبوا في أشياء تفيدكم، يعني هذا شنو يفيدك يعني، هم مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، عدل وانتو شباب صغار. يوم القيامة الله يسأل لا تطأوا قدم عبد يوم القيامة إلا ويسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا للبيت. الله يسأل هذا الشباب ووديت أنت صرفت في اللعب، لعب الورق ولفيفة يعني. اللي يقول لي واحد ثاني يقول لي هذا سيد يلعب وياهم، سيد يعني، سيد يعني سيد من رسول الله، لا هذا سيد بعد لازم يكون بعد يحترم جده ويحترم عدله ولا اي. فاحنا دام نلتزم من امر معروف من نهي عن منكر، دعاءنا من يستجب. انت تقول ادعوني بشروط، ادعوني بشروط، الله ما يستجيب كل دعاء. دعاء الإمام الحجة عندنا مرضى وتفضل على مرضى المؤمنين بالشفاء والصحة، الإمام ذي يدعو للجميع حقيقة، الإمام الحجة محروق الله، حتى على الأمراء، للأمراء بعد يدعو لدولة الملوك، يقول وتفضل على الأمراء بالعدل والشفقة. عدل، احنا مشكلتنا ما عدل، لو أطعدت الدين مشاكل كلها، صحيح لو مو صحيح. وعلى الرعية، مو بس يدعو للأمراء، وعلى الرعية، وعلى الرعية شنو؟ بالإنصاف وحسن السيرة. انتوا بعد ما ينصف بعضكم بعضا مشكلة، هذا فكل شيء بشي يعني. الدعاء مهم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. زين ليش الله ما يستجيب بعض الدعاء؟ هني في السؤال، الله ما يستجيب الدعاء لأسباب منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدل، ومنها اللقمة الحرام والعياذ بالله. في الحديث يقول أقب طعمتك تستجب دعوتك. حلو لطيف. فالواحد لازم يدقق في شنو؟ في اللقمة الحلال، يكون ياكل من حلال مو من شبهات، لا. وبين قوسين، بين قوسين، وهالمسألة مو الابتلاء، اللي يشتغلون في البنوك الشغل في البنوك يشتغل، بس البنوك اللي تتعاطى بالربا هذه مسألة شرعية ترى، يعني ما قاعد أجيب من جيبي يعني، وقضية حساسة، وهالبلد قاعد يصير مصارف وبنوك ومحطات مصارف، واضح. وبعدين أكو يعني فرص العمل موجودة في هالأمور هذه، واحد يشتغل زين، بس إذا اشتغل في بنك ربوي وفي قسم اللي يتعامل بعقود الربا، في ذا القسم بالذات، مرة هو حارس يشتغل حارس للبنك ماكو إشكال، يشتغل طباخ في البنك ماكو إشكال، واضح، يشتغل سائق ماكو إشكال، يشتغل مخلص ماكو إشكال، يشتغل في بعض القضايا في البنك مثل محلل اقتصادي
يعني مثلا الحين نفترض ماليزيا تبي قرض من المؤسسة العربية المصرفية مليار دولار، اكو محلل اقتصادي شغله يحلل الدولة قادرة على اداء الدين مو قادرة، شغله محلل اقتصادي واضح؟ هذا ما اقول شغله. لا مرة هو لا يباشر في انعقاد العقد الربوي، يعني هو يباشر في عملية العقد، هذا مشكلة. ليش؟ لأنه قاعدين على المعصية، الربا حرام، والإعانة على الحرام شنو؟ حرام، واضح؟ اي. فالواحد يكون يدقق شوية في بعض هالأمور هذه. يعني مولانا الجليل إذا أنت تبت هذه القضايا وايد مهمة ولا زين أطرحها على المنبر، أنت جبت عامل يبي يشتغل يا العامل ده من البداية عين له الأجرة شقد، مو أنت تأتي بالعامل وأجرته ما معلومة شنو، بعدين أقول لك ما على الله كريم إلا بتعطيني عطني، لا لا لا، بعدين أقول لك أنا أنت اشتغل عندك 8 ساعات تبي تعطي 4 دينار، أقول لك لا أجرتي مو 4 أجرتي 6 دينار، عدل لي؟ بتقول شلون 6 دينار؟ بتقول إيه أنا أنت ما اتفقت إياه من البداية، عدل لي؟ مكروه إن الإنسان يتفق ويا عامل من دون تعيين الأجر. يوم من الأيام الإمام الرضا سلام الله عليه عنده عمال يشتغلون، الإمام ولي عهد بعد عنده يشتغلون جماعة، فرأى فيما بينهم شخص أسود اللون فقال من هذا؟ قال إحنا كرينا خذنا إجارة ليشتغل. فسألهم الإمام هل تقاطعتم معه؟ هل عينتم للأجرة؟ فقالوا لا، فغضب عليهم الإمام وأخذ يضربهم، شلون أنا ما معلمكم إن تكون أي واحد تجيبونه لازم تتقاطعونه يا ليش؟ لأن هذا الإمام علل، أقول لأن هذا إذا اشتغل من دون تعيين للأجرة وجاء قال أنا والله أجرتي مثلا هي 4 دينار لكن قال أنا 6 دينار، أنت ما تقدر ما تعطي، لازم تعطي تنحرج وياه. أقول لكن إذا عين وإذا مثلا أنت عطيته أجرة، نفترض عطيته أجرة وهو مو راضي قال مو راضي، بعد مشكلة هني. فيقول الإمام إذا عينت له الأجرة مثلا أجرة 10 دينار عينتها لي وأنت عطيته 10 وزيادة، شو يقول؟ يقول رحم الله والديهم دولا أنصفوني، هم أجرته أعطوني وهم زيادة رحم الله والديهم، يدعون لي عدل لي. لكن إذا ما عينت له لا يحصل مشكلة. فإحنا ما نبي، إحنا كشيعة أنا كإمام أنتو كشيعة ما نريد أن توجدون عندكم فنقطة سلبية ضدنا، إحنا باشر يعيروننا يقول هاي شيعة الإمام يأكلون أموال الناس بالباطل، واضح يا واضح؟ فالإمام يريد يقول لهم لا، أي واحد يأتي عين للإجرة واعطوه أكثر حتى بعدين يقول رحم الله والديهم ويدعو ليكم. هاش كلمة ما تضيع، وانت عاد شوف ايش قد الناس الحين تسوي لها مشاكل على عدم التفقه في الامور هذه. فاللقمة الحلال مهمة جدا في استجابة الدعاء. من احد عوامل عدم استجابة الدعاء هو المظالم. في رواية موجودة في حديث قدسي إنه إني لا أستجيب لأحد وفي ذمته مظلمة لأحد. إيه وهذه مصيبة، هذه مصيبة، والمظالم كثيرة. إيه إنا لله وإنا إليه راجعون. دعاء الإمام السجاد صلّى الله عليه في يوم الاثنين أقول اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل عهد عاهدته ولكل وعد وعدته ثم لم أفلك به، وش يقول بعدين؟ وأسألك في مظالم عبادك عندي.
فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمته إياه، في شنو؟ في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في ولده، شوف شو قد تتفرع، أو غيبة اختبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، شاهدا كان أو غائبا، حيا كان أو ميتا، يقول فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه، والتحلل من الله، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيئته ومسرعة إلى إرادته، شنو؟ أن ترضيه عني بما شئت. شو قد مهم هذه القضية؟ لازم يرضى عنك وإلا دعاءك ما يستجاب. يا ما الله مثلا تعال الحين فتش، هل صدرت منك أو مني أنا مظلمة تجاه زوجتي أو ولدي أو جيراني أو أصدقائي؟ شوف عن حالي. أو غيمة اختبته بها، غير بعد كمنا وش جد نغتاب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أكو بعض الناس متخصصين في الغيبة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خصوصا بعض النساء. مصيبة. أكو رواية، ما أدري أقولها لو لا، رواية صلى على محمد وآل محمد. هاي المنبر كله آيات وروايات، ولازم هالشكل يصير المنبر. أكو بعض المنابر صحيفة، تقرأ لك صحيفة أخبار الخليج كلها صحافة، يعني دخل في أمريكا، عرج على إسرائيل، راح لك ألمانيا، راح البحرين، لا رواية لا آية لا مسألة شرعية، مصيبة. أقول له لا. النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به في عالم البرزخ، يقول رأى جسدا رأسه رأس خنزير وجسمه جسم حمار، لأن هناك الأعمال تتجسد، ووجدوا ما عملوا حاضرا، نفس العمل يتجسد. احنا نؤمن بأن الأعمال تتجسد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شنو؟ يرى نفسه جزاء العمل. الإمام عليه السلام الله عليه يقول أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم، نفس العمل دلته في الدنيا تسوي نفسه تشوف نصب عينك في آجلهم. فسأل رسول الله من هذا؟ فقيل له هذه امرأة كانت تغتاب الناس وتكذب عليهم. لا. تغتاب الناس، يوم القيامة يأتي العبد مسوى حسنات، فيجيبون له صحيفة أعماله فلا يرى هذه الحسنات، أي فيسأل العبد إلهي أين حسناتي؟ أنا باني مسجد، مزوج عزاب المؤمنين، قاضي حوائج ناس، مصلي صلاة الليل، زيارة عاشوراء، وين حسناتي؟ فيأتي الجواب أكلتها الغيبة، غيبة إجت أكلتها الحسنات كلها. لسان يعني شو مصيبة. حديث عندنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
وهل يكب الناس على مناخرهم في قعر جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ناس تروح جهنم بسبب لسان. صيد صيد. انتوا رحتوا يا مقاول الحج العمرة العراق مكان ونديتوا البلد شوية، ده المقاول قصر في حقكم، قد تشتغل عليه الألسن، هذا حرامي وهذا بايض وهذا سخيف وذاك حقير وهذا هشو صيد. طبعا إذا إنسان مظلوم ويتكلم على الظالم ماكو إشكال، يعني إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أقول له مستثنيات الغيبة، بس الواحد يكون يضبط المستثنيات، مو كل شيء مستثنيات تضبطه عدل، لا كل واحد يتفقه في الدين عدل، يعني اكو واحد مو ظالم انك انا مسوي فيك شيء بس انت ما يعجبك شكله، تقوم تتكلم على خشمه وعيونه وهذا قصير وهذا طويل و... يعني ليش حارس حسناتك دي كلها تروح لاجل مصيبه؟ يعني وانت لا تقول يوم القيامه بتمشي سريع، لا نور عيني خلص شفت يوم القيامه في مولانا 70 موقف وكل موقف 1000 سنة مما تعدون، مشكلة مشكلة يعني. الله يعيننا على أنفسنا حقيقة بما يعين الصالحين على أنفسنا. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا وعافنا واعف عنا يا الله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. واحد يكون حقيقة يستغفر ويطلب من الآخرين أن يبرون الذمة، ما تدري يعني أنت. أنا أتذكر الإمام الخميني رحمة الله عليه على كل في قضية في البيت صارت عنده، يعني ممكن الولد شوية يخطأ خطأ معين، الوالد يأدب الولد، يجوز للوالد أن يضرب ابنه تأديبا، واضح لهم، بس لا يوصل الضرب إلى درجة اسوداد أو احمرار في الجلد على دين، واضح لهم عليه ينقل في أحوال الإمام كأنه ضرب أحد أبنائه ضرب، يعني بس يبدو كان الضرب لعل أدى إلى نوع من الإحمرار مثلا شكل البدن، يعني واحد قم يعني يعني خطأ سهوة يصير، يعني واحد مو قصده يعني يضرب ضرب مبرح، لكن ممكن الضربة يعني أثرت جلد الولد شوية حساس أو شيء. فالإمام شعر أنه مديون دين، فوراً قال أعطى الدين للولد فوراً، واضح له هذا دليل ورع إنسان ورع تقي، يقول لك أنا هذا وإن كان ابني وإن كان زوجتك وإن كان واحد من أهلك، يعني واحد الآن ضرب زوجتي هذه تصير يعني في البيت تصير عركة، بعض النسوان ينرفزون أعصاب الزوج، تلغي وايد وتحكي وايد وتهدر وايد وتسولها من الحبة دبة وتعرفس البيت كله، وهذا جاي من الشغل تعبان مترخخ دايخ ويسمع لي تنتقل تعصب شوية ها سطر هالصطار الصطار حبيبي ده ميجوز شرعا، هذا واحد وعاشروهن بالمعروف، الحين هي نرفست أعصابك كذا كذا، الله يبليك يا أخي الدنيا امتحان عدل، اصبر عليه عدل اصبر عليه تحمل شوية عدل، اي أما تعالج القضية بضرب له اي، الله ما قال اضرب قال فعضوهن واللاتي تخافون نشوزهن شنو فعضوهن وعض إرشاد، ما فاد اهجروهن في المضاجع عدل، ما فاد بعدين فاضربوهن، بس شلون ضار لا حدد، اقول بشرط لا يكسر عظمين ولا يصير دمين ولا يسبب بسوداد ولا احمرار ولا اخضرار في الجلد، عايشون ضرب ده شيخنا، اقول خذ المسواك، هذا المسواك ما تضربه بالمسواك، مسواك ده المسواك اللي يبيعونه في مكة ده المسواك، مرأة ريحانة رقيقة عاطفية يعني مو مال ضرب شيخ مشاء الله، مرأة ريحانة يعني هذا الفقه الشكل، انت تبي فقه هذا الفقه مولانا شو تسوي؟
صل على محمد وآل محمد. نور عين انت خلف شدي ضربتها اصبع صار احمرار في الجلد عليك دي. لو ترضيها لو تعطيها دي حق. لا تقول هذه زوجتي بسامحني. لا 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 زوجتي بسامحني ممكن ممكن لا أمين. لازم تربيها. ولا مثل حلال العلية دي هالجيل مثقال مو دي دنانير لا مثقال ذهب تعطيه اي خال خلف شردي مو ورق يعني. انت شوف الذهب ده شقد عادله بالدينار تعطيها ولا اذا ما تبي دينار تعطيها ثقال ذهب. اي هي طرف المعامله اي الحين عادي يقول لي شيخنا ورطنا انت الحين اي خلنا نورطكم شيء ممنوع. اذا واحد ضارب زوجته ومسبب له احمرار واسودات خليه يرضيه خليه يرضيه. ليش انت تروح جهنم على القضية دي؟ ليش تتوقف في البرزخ على القضية دي؟ ليش تتوقف ألف سنة من ما تعدون يوم القيامة؟ ليش دعائك ما يستجاب؟ هاي مطلبة موجودة. صف أمورك وبعدين تعالي ترى حتى لو تقول زوجتي العين وراسي شي زوجة مو بشر مو إنسان ما لها حق ايش الله يويتك ترى عندنا احنا يوم القيامة اكو عقبات عند الصراط اكو بها بحث طويل محاضرات طويلة دي اكو عقبة الله يقول هذه لا يجوزني ظلم ظالم. الله يوقفك ضرب زوجتك لو ترضيه. شوف الله ما يتسامح ويا حق الناس يعني انت شوية مقصر في صلاتك في صومك ممكن الله يعفو ممكن الحد مع الله ممكن شوية والله الله غفور رحيم بس هذا لا يختار الإنسان بعد البلاء. الله ما يتسامح ويا الناس حق الناس يقول لك أنا مو طرف طرف فلان روح رضيه. هذا هناك شنو ترضيه هني على الأقل شوية تعطيه مثقال دينار في أمان لا لا إهماك القصاص من الحسنات والسيئات. إيه المظلوم يجي محتاج حسنات أدل أقول له الله أنا لا أنا هذا حسناتي شوف إيش قد أنا مظلوم أعطني من حسناتي أدل. فإذا أنت متعب نفسك هني مصلي صلاة الليل وصايم كل خميس اثنين وصايم شهر شعبان وشهر رجب إيه راحت عليك من حسنات. جينا مولانا حسنات ما عندنا الظالم ما عنده حسنات شلون يقتصون لذاك المظلوم يشيلون من سيئات المظلوم يخلونها على منو على الظالم. أغير مصيبة دي على مصيبة الواحد يكون حقيقة جاد ويا نفسه. اللهم وهب لي الجد في خشيتك. واحد شوي يقعد ينفس بعدين بين وبين الله ترى الواحد لا يظلم واحد يعني إذا هو عنده ضمير وعنده وجدان ما ينام في الليل حقيقة. تلا شوف ذا الظالم ينام مرتاح لا إنا لله راجعون. فالواحد يعني تبي تنام سعيد في البيت خلص ذمتك من جميع المظالم. الحجاج لعنة الله عليه لما قتل سعيد بن جبير بس قتله ما نام في الليل يجي له الكابوس زين شلون ده قتلته وليش قتلته وشو مسويه وما مسوي ده. بعد 20 يوم مات الحجاج ما قدر يتحمل لما قتل سعيد بن جبير. الواحد يكون صف نفسه من جميع المظالم.
فالدعاء ما يستجاب لوجود مظلمة. يقول لي شيخ نحن ندعو دعانا ما يستجاب، انت شوف لعل ظالم احد من اهله، ديون عليك، ديون الناس تطلبك فلوس، روح عدد اهلك يا اخي، روح عدد صف امورك. ينقل في احوال الامام الحسين سلام الله عليه ان ليله العاشر من المحرم لما جمع اصحابه، هاي روايه موجوده شفتها انا الروايه، ان احد الاصحاب قال ان علي دين، علي دين، فقال الحسين سلام الله عليه يا لا يقاتل معي من عليه الدين. واضح بيقولوا والله هذا الحسين واصحاب الحسين يسوي النهضه وبمعروف ونهى عن المنكر، تفضل ماكلين اموال الناس بالباطل. عدل الحسين يبي ما يخلي اي نقطه سلبيه على النهضه مالته، فاللي على يدين خليه يروح يصف يدينه، ما اريد انا قضيه جدا. نعم مستحب الدعاء في بعض الأزمان، يعني لعل الدعاء ما يستجاب لذنوب أو مظالم أو كثير من الأمور، ومنها الدعاء يستجاب لكن في بعض الأزمان وبعض الأماكن يكون أقرب للإجابة في زمن آخر، مثلا وقت السحر ليلة الجمعة. يعقوب النبي صلى الله على نبينا وآله وعليه لما جاءوا أخوة يوسف وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال شنو؟ سوف أستغفر لكم ربي. قبل أن يستغفر لهم لكن قال شنو؟ ليش قال سوف مو في الحال؟ كان يقولون ينتظر ليلة الجمعة، سحر ليلة الجمعة حتى يدعو لهم، لأن ليلة الجمعة ليلة مباركة وتضاعف فيها الحسنات وليلة شريفة، ووقت السحر يكون أقرب لشنو؟ إجابة الدعاء. فبعض الأزمان ليه دخل كذلك في إجابة الدعاء. كذلك قبة الإمام الحسين سلام الله عليه، أدنى روايات تؤكد على أن يستجاب الدعاء تحت قبة الحسين سلام الله عليه. وكان الإمام الباقر سلام الله عليه في بعض الأحيان يرسل أحد أصحابه إذا كان يريد يروح إلى كربلاء يقول له ادعوا عند قبر جده، ودعاء الإمام مستجاب، بس يؤكد على القضية إن ترى الدعاء تحت قبة الحسين هم مستجاب. ولهذا الإمام الحسين هم كان بنفسه بأبي وأمي كان يمارس هذا العمل، وكان يغتنم فرصة وجوده في مثلا عند قبر النبي للدعاء. لما شعر بالخطر واضطر من الخروج من المدينة بأبي وأمي، في الرواية تقول ذهب إلى قبر جده صلى الله عليه وآله فأخذ يدعو عند قبر جده، اللهم إن هذا يا قبر نبيك. الله سلام الله عليك يا أبا عبد الله، مظلوم ما تهنى لا بوطن لا بمقام، شردوهم قد شتتوهم بين مأسورين ومنحورين ومسمومين بسمع نادي، هذا بسامراء وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد، اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا وقد حضرني من الأمر ما قد عليه
اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك. تعال يدعو الإمام، شوف يدعو الإمام عند قبر النبي. فأسألك يا ذا الجلال والإكرام إلا ما كتبت لي ما هو لك ولرسولك رضا. يطلب من الله، انت بس ارضى عني، اكتب لي ما فيه الخير والصلاح والرضا. واحنا هم كذلك نسأل الله عز وجل ان يكتب لنا ما هو فيه لله رضا. لكن يقولون ما اكتفى بذلك، اخذ يشكو همومه وهمومه وآلامه الى النبي، والنبي يسمع الكلام ويرد السلام، وهو يقول يا رسول الله انا الحسين بن علي. يا الله سلام الله عليك يا ابا عبد الله، انا الحسين بن علي فرخك وابن فرختي. يا الله وصبتك الذي خلفتني في امتي. يا الله فاشهد عليه يا رسول الله انه يا قد خذلوني. الله اكبر، انه وغفت عينه على القاب ورأى رسول الله في المنام، وقد أقبل ومعه كالنائب من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه استوعد رسول الله. يقولون ويقول الحسين، هذا أن روى هذه القصة والرؤيا على أصحابه وأهل بيته فبكوا بكاء عاليا. فجاء رسول الله ومن بين يديه كتائب من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه، فضم الحسين إلى صدره. يا الله فضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال حبيبي يا حسين. انت بعد تقول حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. كأني قام يقرأ المقتل رسول الله. يا الله كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك. بعد قال مذبوحة. يا الله شلون مذبوح، شلون مذبوح؟ زينب ايش قالت؟ تقول له يا جدة هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء مخضب بالدماء شنو محزوز الراس من القفا. قول وحسينا. ايوا اماما، ايوا مظلوما،
بكربلاء بين عصابتين من أمتي وانت بيا حال لا إله إلا الله. شوف الرسول الله يتذكر عطش الحسين الله أكبر وأنت عطشان لا تسقى بعد وضماء الله لو مست الصخر الأصم لذابه لا إله إلا الله. وأنت عطشان لا تسقى وضمان لا تروى فأخذ الحسين يقول لجده خذني إليك يا رسول الله فإنه لا حاجة لي للرجوع إلى الدنيا. فقال له رسول الله لا بد لك من الرجوع حتى تستشهد في سبيل الله فإن لك في الجنة لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جدا فعسى طود الأسى يندك بين الدفن جد صف العيش من بعدك بالأقدار الشيء يا الله وأشاب الهم رأسي قبل أبان يا الله فعلى من داخل القبر لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فادخل درعين من حزمين والصيابر السابقين الله أكبر ستذوق الموت ظلما غاميا في كربلاء لا إله إلا الله وستبقى في ثراها عافرا لا إله إلا الله وكأني بالأيام الأصل الشمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الود رحم الله من نادى وحسينا أيوة إماما أيوة مظلوما ولقد تحقق ذلك يوم عاشوراء ورأت زينب الشمر جالس على صدر الحسين فصاحت به يا شمر لقد كسرت ظهره وأثقلت صدره هذا الحسين بن علي هذا الذي لاغاه جبرائيل هذا الذي هز مهده ميكائيل رفقا به يا شمر دعني أتي إليه بحبيبته سكينة يتزود منها تقول الرواية فضربها برمح أسقطها على الأرض أويلي أويلي تقل يا شمر ضل تخلي تقل يا شمر خلي ما شفت
اليوم فيلوج ما غير نفسي، لا اله الا الله الحسين، بس نفس خالدي ما في جهه، جراحته تنزف دما عبيطا. تقول له يا شمال يا رب الله تخلي، وما شاف من الطبرات يزي، تشوف يلوج ما غير النفس فيه، وعينه وعينه نايا يا يشبحها وتغمر. تقلي تقلي يا كثر خالي من الجروح، تحط سيفك يا خايب والدم يفوح، اوال طبرة فوق طبرة تشعب الروح، يشوق القلب من عدها ويفغى ورزايا للجامدات تذيب. يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك وندعوك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم وتفضل على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة. ونهدي ثواب مجلسنا هذا إلى روح المرحوم الحاج محمد بن داود وزوجتيه أم علي وأم حبيب، إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات.